الشباب الذين فقدوا أصدقائهم وزملائهم وهؤلاء زملائهم في النضال الذين خرجوا إلى الساحة مثلهم مثل غيرهم ليصرخوا بالتغيير، يعني لهم يطالبوا البلد بلدهم، ومن حقهم أن يطالبوا من الذي يحكمهم أو من يعني السوء في الإدارة أو في يعني ثقافة عدم تحمل المسؤولية سواء من قبل الرئيس علي عبد الله صالح أو من بقية أنصار. يعني كان الناس ينتظرون على الأقل أن يقدم مثلا وزير الداخلية استقالته، يعني استنكارا لما حدث، أو يعلن تحمل مسؤوليته، أو رئيس الجمهورية يقوم بإقالة قائد قوة الأمن المركزي الذي يحرس هذا المكان تحديدا، هو كان بأيدي قوة الأمن المركزي وظل إلى ما بعد جمعة الكرامة بأسابيع إن لم يكن بأشهر. يعني هؤلاء هم المسؤولين الأساسيين عما حدث إذا كان الأمر غير مرتب له طبعا. لكن الكلام عن أن جمعة الكرامة لم يكن مرتب لها أعتقد أصبح كلام من الماضي، والأستاذ إسماعيل لديه ملف القضية ولديه الشهود، وتحدث بعض الشهود ولم يعني الذين تم حجب أسماءهم خشية عليهم، تحدثوا بالتفاصيل يعني حتى شهود كانوا موجودين أثناء تلك الاجتماعات كما عرفت أيضا من كثير من الأشخاص، يعني شهود أخرجوا كل التفاصيل، حتى أن هناك أشخاص أخرجوا التفاصيل قبل أن تقع مجزرة الكرامة، ولكن تم يعني التستر على هؤلاء الأشخاص خوفا على حياتهم. لم يتم التعامل ربما من الساحة مع هذه الحالة على أنها يمكن أن تحدث، لأنه الأمر غير مصدق. يعني يقولون من الذي يمكن أن يفعل كل هذا، يعني أنه يأخذ رشاش آلي أو قناصة أو كذا ويقتل الناس بطريقة عشوائية، لماذا؟ لا لشيء سوى ليرضى طرف. يعني طب بالنسبة لهذا التصريح، ألا يعني ما سر مناقضتهم لما قال علي عبد الله صالح من سابق أنه صرح مباشرة في المؤتمر الصحفي بعد الجريمة تقريبا بساعة أو ساعة أنه هؤلاء أهل الحي، والآن يأتوا ويقولوا أنه هؤلاء لديهم وثائق، ما سر هذا التراجع في التصاريح؟ طبعا التصريح في اليوم كان فيه نوع من الاستعجال، يعني عندما صرح المخلوع علي عبد الله صالح بهذا يعني بقوله بأنهم أهل الحارة، كان يريد أن يصرف الرأي العام الخارجي والداخلي بسبب الاستقالات التي حصلت، يعني عفوا قبل الاستقالة، يعني عشان يوجه الرأي العام لأنها ليست لم يكن للأجهزة الأمنية أي شيء، ولهذا يعتبر استباك قبل أن تفتح ملف وقبل أن يوجد تحقيق، يعني أصبح هو الحاكم في آن واحد. يعني فلذلك أنا في نظري أن أسلوب الجريمة وتخطيطها وتنفيذها كافي في أنه يقنع أي شخص بأن الواقعة لم تكن بطريقة عفوية أو من المواطنين على الإطلاق. يعني إذا لم تكن بطريقة عفوية وهذا القتل يعني والإمعان فيه، لماذا يعني إيش ماذا سوف يحصد عندما يقتلهم وتكون الرصاصات موجهة للصدر ولا؟ يعني كان يكفي النظام أن ينظر لما حدث في تونس وأن ينظر لما حدث في مصر، وهذه البلدين حدث فيهما ربما نفس السيناريو الذي حدث هنا، تم قتل الناس، ويعني كان يفترض أن تكون الرسالة وصلت أن الدم يثير الناس أكثر مما يخيفهم، يعني ما حدث بعد جمعة الكرامة. إذن هذا يعني دون لي نسأل، يعني النظام هل هو غبي لهذه الدرجة أن يثير الرأي العام حوله بقتله لهؤلاء الناس؟ يعني الذين يرسمون السيناريو خلف علي عبد الله صالح أو هو نفسه، يعني والكلمة المفردة التي رددها في كل خطاباته، اليمن ليست مصر وليست تونس، اليمن ليست مصر وليست تونس، أصبحت اليمن يعني الدم في تونس أو في مصر أو في سوريا أو في أي مكان هو دم فيها، الدم يثير الناس ويخرجهم ولا يخيفهم، يعني ولكن هو يعتقد أنه شخص فريد من نوعه، يعني لا يتكرر، يمكن أن يفعل ما يريد وما يحلو له دون أن يحدث ما حدث في مصر أو في تونس في اليمن، وبالتالي وصلنا إلى ما حدث في تونس وفي مصر سواء باتفاق سياسي أو بثورة هؤلاء الشباب. يعني مسألة أننا نخفي الآن
أو نحاول أن نقنع الآخرين أن جماعة الكرامة لم تفعل شيء وأن هؤلاء الضحايا أيضا ذهبوا سدى، هذا أنا لست مع هذا المنطق. يعني جماعة الكرامة برغم الخسارة التي خسر فيها الناس أولئك الأرواح من الشباب، لكنها أعتقد أنها فعلت الكثير، ولولا يعني القدر الذي ساق النظام للتخطيط لهذه الجريمة ولارتكابها ربما لم نكن قد وصلنا إلى هذه المرحلة، ولم يكن ربما أعتقد أن علي عبد الله صالح ربما كان إلى هذه اللحظة في كرسي الحكم ويراوغ. لكن الرجل لا يؤمن بمسألة العمل السلمي، أو وصل إلى مرحلة أنه يمكن أن يفعل ما فعل في 94، يمكن أن يفعل ما فعل في صعدة، يمكن أن يفعل ما ويحسبهم شهداء ديمقراطية كما حسب أولئك الذين وهو أعلن بعد ذلك بيوم الإحداد وأنهم شهداء ديمقراطية. كان في مقابلة له في قناة أستاذ أنت الآن حدث في سؤالي الأول أنه كان استباق للحدث بأنه يوجه التهمة للأهالي الحي، لكن تفاجأنا بعدها بيومين أنه يطلع المخلوع علي عبد الله صالح في أحد القنوات الفضائية في مقابلة ويتحدث مع المذيعة وهو يضحك بأن اليمنيين يعرفون أو يعني قناصون جيدون. أليس هذا تأكيد أنه كان يريد أن يوقع بأهل الحي ويوقع فتنة بين ما فيش خلاف. أنا أولاً يعني أتفق مع أخي العزيز بأن جمعة الكرامة كان لها تأثير كبير في المسار السياسي، هذا جانب. هو أيضاً بالنسبة لما يخص أولياء الدم أيضاً حقهم محفوظ، لم يتقدم الملف الذي رفع إلى المحكمة، لم يرفع فيه شخص وكلنا كمحامون، احنا توكلنا مننا مجموعة من المحامين، توكلنا من 4 جرحى فقط ورفعنا القضية وتابعناها في المحكمة حتى نحافظ على بعض الأمور وحتى لا تكلفة الأمور حسب ما يرو. فعندما وصلنا إلى مرحلة وجدنا أنها يعني رغم الأدلة وطالبنا بإحضار الذي هم رؤوس النظام وجدنا عدم استجابة، أعلننا مقاطعتنا واصدرنا بيان صحفي بذلك، سنحاول وضحنا كل شيء. ندخل في تفاصيل التحقيقات وآخرها، ولكن بعد هذا الفاصل نأخذ هذا الفاصل أعزائي المشاهدين ثم نعود لمواصلة الدرس. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين. أستاذ، كنا قبل الفاصل نناقش بجدية كلام علي عبد الله صالح المخلوع بأنه أهالي الحق يريد أن يقحمهم، سواء بمقابلته في المؤتمر الصحفي بعد الحادث وأيضا في مقابلته عبر القنوات. لماذا يريد أن يدخلهم في هذه المشكلة؟ الطبيعي التخطيط والترتيب للواقعة أنه لا تظهر لأنها جريمة ومنهجة بأن نسير فيها عدد كبير من القتلى والجرحى، وخاصة أن توجيه أسلحة مباشرة إلى داخل الساحة كما ذكرت لكم، بيوت سواء كانت بعيدة أو المضلة على الساحة، سواء كانت خلف السور أو بعد، لكي يصرف النظر عن الناس أو المواطنين أو العامة. يعني عمل قبلها، يعني وجهوا قبلها بعض أنصارهم في الحارات يقضوا الشوارع حتى يعني يجعلوا الثوار في مكان مغلق كامل، فقطعوا الشوارع. وهنا أتت بعدها كما قلت لكم التصريحات وغيرها، تأتي بأنه تشكلت لجان شعبية وكذا وكذا على أساس وصفها بأنها نزاع بين أهالي وبين يعني بين أهالي المجاورين للساحة وبين الثوار، والواقع ليس صحيح. الواقع من خلال الوقائع وكل شيء يتضح أنه هؤلاء وإن كانوا من أنصار النظام وإن كانوا مدفوعين وإن كانوا، لكن وكد ليش أنه لا يمكن أي شخص يطلق ضلقة نارية ما لم يكن في أوامر من الجهة العليا، هكذا تعودوا الناس. والدليل المسيرات بعد إصدار يعني القرارات الأممية بتوقيف أي انتهاكات، كانت تخرج المسيرات يومية من شارع الزبير بوجود البلاطجة بوجود الأمن بوجود المركزي، لم تطلق طلقة نار واحدة. طب هناك من يقول أنه يعني هذا إطلاق النار يعني من الداخل، يعني بيقولوا أنه هذا إطلاق النار بيكون من الداخل وكذا، بحيث أن أنتوا تثيروا القضية وتبدأوا تقتلوا في بعض عشان الناس يعرفوا أنه فيه، وهذا هو كان القصد. لا شك أن القصد كأنه يوهم الرأي العام بأنه بين، ولذلك هو استبق الأحداث عندما طلع وتكلم في بعد ساعتين بأنهم بين الحارة، لأنه كانت مدروسة. لو لم تكن مدروسة ما كان يطلع ما كان يظهر ويقول هذا الكلام. فالأمر أقول يا أختي عزيزة مدبرة ومخططة ومنسقة، لا يمكن عقلا ولا منطقا ولا أن تحصل واقعة بهذه القوة وبهذه الشراسة وبهذه العنف
ما لم تكون هناك تخطيط. فالتخطيط طبيعي أنه أنا إيش أقول أصحاب الحارات قطعوا في أشياء سابقة لها حتى تهيئ الرأي العام أنه شوفوا هذا هذا، لكن الواقع العملي ليس. طب بالنسبة إذا كان هذا التخطيط ترحيل قسرا كما ذكرنا أنه قبل الجمعة كان هناك ترحيل لصحفيين ومراسلين، بعد الجمعة الكرامة تم ترحيل أحمد زيدان وعبد الحق صداح، عبد الحق صداح اللي هم كانوا مراسلي قناة الجزيرة في اليمن، اليوم الثاني مباشرة. تفاصيل ترحيلهم ولماذا؟ يعني ربما هم التهمة الأساسية هي تغطيتهم جمعة الكرامة. يعني أنا كنت أغطي لقناة الجزيرة هاتفيا من داخل المستشفى الميداني منذ سقوط أول شهيد إلى يعني أعتقد حتى 27 شهيد، وأنا لازلت كنت على الهواء. كان إلى جواري أحمد زيدان، يعني لم يعني كان يصور ولم يستوعب هذا المشهد يعني، وثم ظهر بتقرير بعد ذلك. يعني لم يكن هناك أجهزة للبث، أجهزة بث لا يوجد في الساحة حتى تلك اليوم أو حتى فترة ما بعد تلك اليوم. كان الناس يصورون ثم يذهبون لإرسال تلك الصور وتتأخر وكذا. فكان حتى مذيع قناة الجزيرة يسألني ويقول نحن لا نشاهد ماذا عن ماذا تتحدث الآن، ويطالبني بالتوضيح أكثر. ويعني كنت أحاول نقل ما يدور، ويعني تتقف في موقف صعب أنك تنقل صورة دم بالصوت، يعني الدم لا ينقل بالصوت طبعا يعني. فبعد ذلك كما قلت يعني أحمد زيدان تم ترحيله مباشرة، ثم تم سحب أجهزة قناة الجزيرة من أجهزة بث، إلى بعد ذلك أغلق المكتب مباشرة والاعتداء على المكتب، وتم أخذ كثير من الأشياء فيه. لا يوجد أعتقد بعد ذلك أي من القنوات ليس لديها جهاز بث سواء في الساحة أو خارجها، القنوات الخارجية. يعني كان هناك محاولة لخنق الصور من أن تخرج إلى تلك القنوات، لكن بفضل وجود الإنترنت وعدد من البرامج والأجهزة الأخرى التي تم تسريبها إلى البلد تم نقل الصورة بشكل واقع. الفيسبوك يعني لم يكن يخبئ شيئا، اللقطات ظهرت كما شاهدتها وكما شاهد الكل، أنها ليس كما يقولون أنها من الساعة ولكنها جاءت من تلك المباني المخطط لأن تكون مركزا لقنص هؤلاء الشباب. بعد ذلك استمر مسألة ترحيل الصحفيين، هناك صحفيين من نيويورك تايمز تم ترحيله، هناك يعني حتى اختلقوا بعض الأمور التي يعني أصبحت مفبركة وغير منطقية. توقيت صحفي 12 يعني ساعة في المطار، أيوة، ثم إرجاعه. أحمد زيدان يقول أنه يعني كان دخوله إلى اليمن بطريقة زائر وليس بطريقة صحفي. يعني أحمد زيدان فهو صحفي وطلع وغطى يعني عشرة التقارير أو يعني عدد كبير من التقارير، لماذا لم يمسك به كونه زائر يعني قبل أن وهو دخل ومرخص له ولم يعني يكون عليه أي شيء. يعني كان الأمر محاولة تغطية هذا الدم. لكن أيضا علي عبد الله صالح لما ظهر في الليل، وأعتقد أنه كان يفكر أن هذه اللقطات لن تخرج إلى العالم، يعني هو لم إلى يعني في تلك اللحظات ربما لم تكن قد نقلت كثير من الصورة من المشهد في داخل في ما حدث في الساحة. فظهر بذلك التصريح أنه صراع بين أهل الحي والمعتصم.